مثل ما عرفتوا انه شانتال طلعت نوميني ومضطرين نغير لها اللوك، طلعنا لعندها نهار الثلاثة وغيرنا لها اللوك، قصينا لها شعرات طوال، ما لهم طعمة، مش عاطين فورم، ما كانوا عاطينا شي جمال، هي البنت وجهها حلو كثير ولازم يبين وجهها، ما كان مبين وجهها، قصرنا لها شعراتها مثل كاريه طويل تحت كتافها شوي صغيرة، وشلنا لها الأسود من شعراتها عملنا لها يهون موف اللي هو لون بيلبق لها، لأن ألوان البني وألوان كل شيء ترابية ما بتلبق لها، وشوفوا وعطونا رأيكم الليلة.